الله معكم وأهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج كل لك، كلنا لك يا مريم، كلنا لك يا مريم. أختي، أول شيء أكيد بعتذر على التأخير اللي صار، سببه العجقة أكيد ومثل العادة وهيك، نشكر الله. شغلة تانية، أكيد نحن بروجرامنا اليوم رح يكون بضيافتنا كمان الشماس جوزيف أبو نادر، أكيد مثل العادة صار ضيفنا الدائم، وكمان معنا خينا رولان. رولان تعرفتوا عليه من قبل، هو على الأورج، وتارا اكيد تراز. رح نستمع على احسن تراتيل ونصلي سوا، ومثل ما على طول بيقول شماسنا العزيز، من صلى جيدا من رتل جيدا صلى مرتين. فاذا انا اكيد وكلنا بالاستوديو رح ننتظر اتصالاتكم على 09-914-915. رح يكون اكيد في ليست بكل التراتيل وكل بكل اسامي التراتيل بتحبوا تنقوها وبتحبوا، ونوييكم كمان ناطرين على هالرقم. إذا أخوتي، اليوم موضوعنا موضوع الإنجيل اليوم اللي هو المرأة الناسفة. جمعة الماضية شفنا موضوع الأبرص، يعني عم نشوف مثل هيك، مثل ما بيقولوا موضوعين جبلين عم بيعلمونا هيك إشي على طول. الرب يسوع بكلمته بده يوصلنا شيء، بده يمرق لنا شيء. منشوف كيف الأبرص هو بحالته الخطية، إذا بدنا ناخذ حالة البرص اللي هي ممنوع كمان يدق بالعالم، وشفنا كمان الناسفة كمان اللي هي كانت ممنوع تدق بالعالم لأنه كانوا يعتبرون بسبب أنه ما بعرف شو هن وخطايا ولازم يبعدوا عن العالم ولازم ما يدقوا بالعالم لأنه هن بسبب هالخطايا صار معهم مرض البرص. وشفنا كيف يسوع تحنن على هالأبرص وشفاه لأنه وفرجينا هالأبرص قديه هو اللي ما بيعرف يسوع قديه عنده هالإيمان الكبير. هذه بطريقة أكيد سريعة، ما رح نرجع نفوت بموضوع الأبرص. إذن الأبرص هو عنده، خليني أسميها مثل ما بقول أحد القديسين، الخطية الخارجية. اليوم مع المرة الناسفة رح نشوف الخطية الداخلية، وهيك اكيد انا ما راح بدي اترك لشماسنا العزيز هو يشرح اكثر عن الانجيل. بس فينا ناخذ، نقدر نحكي كلمتين صغار عن موضوع الايمان، قديش ايمان الابرص وقديش ايمان اليوم ايمان الناسفه، قد هن اشياء بحياتنا، قد هن يعني الانسان قد بيكون فاضي بلا ايمان، قد بيكون هيك تعيس بلا ايمان. الايمان اللي هو اكيد مثل ما بنعرف هو نعمه وهو فضيله. أنا لما صلي وأطلب زيادة إيماني، هذه نعمة الله لما يعطيني إيماني، بس هالإيمان ما بيكفي أنه أنا أخذ النعمة، لأنه هي فعلا نعمة. ما بيكفي أنه الله يزرع لي نعمة الإيمان بقلبي، علي أنا كإنسان عيش لنمي هالفضيلة. إذا بدي عيش الفضيلة كان بالصلاة، بدي عيش الفضيلة كان بالأعمال، كان بالمساعدة، كان بالمحبة، كان بالمسامحة، كيف أعذر غيري، كيف سامح غيري، كيف حب غيري. يعني مش إذا واحد غلط بحقي بذات اللحظة بكون أنا ما بعرف، يعني بكون ردة فعلي كتير كبيرة، لأنه ما في حب بقلبي اللي هو حب يسوع. بدي أتعلم سامح، بدي أتعلم أعذر غيري، يعني غيري غلط بحقي ما علي أعذره بذات اللحظة، مثل ما يسوع عذرنا كلنا، ومثل ما يسوع كل لحظة عم بيعذرنا، ومثل ما يسوع على الصليب عذر هالأشخاص اللي هن عم بيسلبوه، قال لهم مش عم بيعرفوا شو عم بيعملوا. هيك يا ريت نحن كمان مننمي هالإيمان ونعيش هالإيمان بمحبتنا لبعضنا البعض. كل إنسان بيغلط، كل إنسان قادر، وأهم شغلة اللي هي من دين غيرنا. أنا بس شيل الدينونة من حياتي بلشت كمان عيش الإيمان، بلشت عيش يسوع، وهيدا العذرة بإيمانها الكبير. يعني عطول بيضحكوني أنه يلك هذا إيمانه ولك ما لا مشاكل عنده، كأنه الإنسان اللي عنده إيمان كبير ما بيقع بالمشاكل. واليوم كنا عم نحكي عن هالموضوع، ما هو الإيمان هو اللي رح يعطيك الصبر. الإنسان لما يقع بمصايب أو يقع بمشاكل أو يقع بحيلا شيء، يمكن الرب عم بيعلمه من وراء هالمشكلة اللي كان هو فيها، عم بيعلمه فضيلة الصبر، صار عنده صبر أكتر، صار عنده يقدر يتحمل المصاعب، صار قوي إيمانه. الإيمان بيعلم الصبر، والصبر يعني فضيلة الصبر هي بتنمي الإيمان كمان. إذا أنا من هون بدي، لما يكون عندي إيمان، تأكد يا إنسان أنه لما تقلب بمشكلة إيمانك هو رح يشيلك، رح تضلك يضل عندك ثقة قوية بيسوع، رح تضلك تطلب من يسوع لأنه بتعرف أنه يسوع ما بده إلا خلاصك، وتعرف أنه العذراء هي أمك وهي منا واقفة إلا حدك. أنا لما أقول يا عذراء ما بلحق أقول يا عذراء لما أكون ابنة لمريم، بس قول يا عذراء. بس اوقات الانسان صبره بيكون صغير، صبره قليل، ما عنده يا خيي صار لي شهر وصار لي شهرين بهالمشكله وصار لي 6 اشهر بهالمشكله، شو يعني؟ الله يمكن اذا ما رد عليك دغري، انا بطلب من يسوع، انا بدق عليه الباب ليسوع، يمكن بيرد علي دغري، يمكن ما بيرد علي دغري، بده يعلمني شيء،
انا هون بدي يكون عندي انسحي ويكون عندي التواضع والتسليم لمشيئة الله. قالوا يا رب شو بدك مني، شو بدك تعلمني؟ معليه اتحمل بحب وبفرح مع يسوع، لانه انا عندي ثقة رح يوصلني لمحل. بس لوين بدنا نشوف لوين؟ هو بيعرف، مش انا وانتم بنعرف. معليه بقول له يا رب انت ما جاوبتني هلا، او ما اعطيتني، او ما ساعدتني، او مش حتى ما اقول اكيد رح يساعدني، بعرف رح تساعدني بعدين، او بعرف رح تساعدني بغير طريقة، في شيء رح تعمله بس لانه انا سلمتك زيتي. هون علينا نحن تسليم الزيت، هيدا الايمان، علينا نشتغل على ايماننا، نطلب فضيلة الايمان من الرب، قل له يا رب اعطيني ايمان، خليني هيك، خليني اقشع مثل ما كانت العذراء تقشع، خليني احبك مثل ما كانت مريم تحبك، خليني اشوف لما كل العالم تركوك ضلت مريم واقفة تحت اجريك على الصليب، ضل عندها ايمان فيك، انه انت رب الارباب، انت رب الجنود وما وصلبينك على الصليب، اذا بتنفخ بتغير تعاليم الكون كله، بس انت يا رب أردت الطاعة لحتى الموت، أردت تطيع مشيئة بيك حتى الموت. وهيدا إيمان مريم، كانت مآمنة أنه هو رب الأرباب بالرغم من أنه هو على الصليب، وعم وهي أزل شغلة كانت الإنسان يكون على الصليب. خلينا نتعلم من إيمان مريم، ما رح أتأخر كتير أكيد من بعدها، هلأ دغري رح نفوت لنحكي مع شماسنا العزيز عن إنجيل المرأة النسوة. شماس الله معك. الله معك، الله معكم أحبائنا المشاهدين، واللي بده يحب يتابعنا بالإنجيل عم نقرأ إنجيل لوقا 8 من 40 ل 56. لوقا 8 من 40 ل 56. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. ولما عاد يسوع استقبله الجمع لأنهم جميعهم كانوا ينتظرونه، وإذا برجل اسمه يائيروس وكان رئيس المجمع جاء فارتمى على قدمي يسوع وأخذ يتوسل إليه أن يدخل بيته لأن له ابنة وحيدة عمرها نحو 12 سنة قد أشرفت على الموت، وفيما هو ذاهب كان الجموع يزحمونه. وكانت امرأة مصابة بنزف دم منذ 12 سنة ولم يقدر أحد أن يشفيها، دنت من وراء يسوع ولمست طرف ردائه وفجأة وقف نسفه دمها. فقال يسوع من لمسني؟ وأنكر الجميع. فقال بطرس ومن معه يا معلم إن الجموع يزحمونك ويضايقونك. فقال يسوع إن واحدا قد لمسني فإني عرفت أن قوة قد خرجت مني. ورأت المرأة أن أمرها لم يخف عليه فدنت مرتعدة وارتمت على قدميه وأعلنت أمام الشعب كله لماذا لمسته وكيف شفيت للحال. فقال لها يسوع يا ابنتي إيمانك خلصك، اذهبي بسلام. وفيما هو يتكلم وصل واحد من دار رئيس المجمع يقول ماتت ابنتك فلا تزعج المعلم. وسمع يسوع فأجابه لا تخف، يكفي أن تؤمن فتحيا ابنتك. ولما وصل إلى البيت لم يدع أحد يدخل معه سوى بطرس ويوحنا ويعقوب وأبي الصبية وأمها، وكان الجميع يبكون عليها ويقرعون صدورهم. فقال لا تبكوا، إنها لم تمت لكنها نائمة. فأخذوا يضحكون منه لعلمهم بأنها ماتت. أما هو فأمسك يدها ونادى قائلا أيتها الصبية قومي. فعادت روحها إليها وفجأة نهضت، ثم أمر بأن يطعموها. فدهش أبواها وأوصاهما يسوع ألا يخبرا أحدا بما حدث. المجد لك يا رب، المجد لك. شمسنا العزيز، أنا بعتذر أكيد لأنه تأخرت وتأخرت كل الفقرات هلأ معنا، بدنا نأخذ مواضيعنا بقد ما فينا باختصار، بس نصيب مثل ما بقول نصيب الهدف. برأيك شو أول شيء، شو الفكرة الأساسية بنقدر ناخذها؟ لأنه هون عم نشوف مثل ما بيقولوا دوز اكسيون، عم نشوف يعني عملين للرب يسوع، عمل نعم. مع المرأة النسفة وعمل مع البنت اللي بنت يائيروس هي كانت ميتة معتبرينها. هلا محور كل هالشيء هو الإيمان بيسوع. نعم. ها
هيدي هلا كيف صارت مثلا هون الامام بيوسف، في بعض اشياء كمان فينا نشوفها اللي هي العنصر النسائي اللي طاغي بهالانجيل. نعم. اول شيء بنت يائيروس يلي عمرها 12 سنه، والنازفه يلي من 12 سنه كمان، ال 12 و12 12 هلا والرسل 12 ورسل 12 واسباط اسرائيل 12 وعدد تلاميذ يسوع 12 بدنا نقول. بس هون الرقم 12 عند العنصر النسائي يختلف شوي، اللي هي بيكون سن البلوغ. يعني هون اذا بدنا فينا نحكي الخصوبه مع يسوع، لانه كانت بعمر 12 سنه بنت تبلغ الخصوب وتصير تقدر تتزوج وتنجب. وكما انه هيدي المراه عم بقولوا لها 12 سنه تنزف، يعني كمان النازف هيدا كانت واقفه عن الخصوبه، يعني بالحالتين في الخصوبه، نحن دائما في الخصوبه مع يسوع. خليني فوت على الموضوع دغري، الايمان. محور هي الايمان. اللي هو بيجمع اثنين سوا. هلا الايمان بيسوع في ينمو. الايمان بيسوع بده يبدا اول شيء بالسماء، بعدين بينمي ينمو مع الجماعة. والإيمان مش إنه هيك أنا أؤمن بك يسوع فقط، كمان الإيمان في سعل، في بده يسمع، في بده يتعلم. مثل ما نحن وصغار علمنا أولادنا نعلمهم، يعني ما في أجملها. بتلاقي أوقات أم جاي على الكنيسة ولد عمره سنة سنتين، بصير تلقط له إيده وترشم له إشارة الصليب. يعني هيدي أول مراحل من الإيمان. بعدين يعني اول شيء الايمان مسؤوليه الاهل، مسؤوليه البيت، بعدين في مسؤوليه المدرسه، مسؤوليه الكنيسه، ثلاثه بيتكاملوا مع بعضهم. هون الايمان بده ينمو مع الجماعه كمان، ما بكفي شخص لوحده. نعم. برايك الناس في وين ايمانها؟ كيف نمي ايمانها؟ الناس في اذا بدنا نقول هي ايمانها بيسوع كانت عم فتش على الخلاص خارج يسوع. نعم. انفقت اموالها على الاطباء وعلى لايتها تلاقي. هذا مش شيء غلط انه كانت عم تبحث على الاطباء، ونحن اكيد نحن بس نسخن جسديا بنروح عند الطبيب. مزبوط. بس ولكن ما بكفي انه اؤمن بس انه الطبيب هو الشافي، بدي اؤمن انه يسوع. هلا مرض يمكن اوقات ظاهر، يمكن جرح ايده، كسر ايده، ما في يقول يا يسوع اشفيني وما اروح عند الحكيم، بدي يعني اتطبب. بس المرض يلي اللي هو اللي بنتركه اوقات خارج يسوع، المرض النفسي. نعم. يلي بنفتش على خلاصنا وعلاجنا خارج يسوع. هيدي هي محور هالايمان، انه يسوع بين الجموع كلها سوا حس بقوه ايمان هالانسان، لان قال حسسته بقوه خرجت مني. يعني حتى تلاميذه تفاجئوا واللي معه انه كيف؟ ولما عرفت انه هي ما راح ينخفى الامر اجت. هلا يسوع اجت لمسته من ورا من خلف ردائه واخذت القوه منه وامنت ووقف نزفه دغري. وفي كمان بعد بين للبنت رئيس المجمع اللي ارتمى قدامه. نعم. يعني اذا بدنا نقول شخصتنا، رئيس المجمع هو المجمع اللي كان سهران على الشريعه القديمه. يعني هالشريعه القديمه ارتمت عند قدمي يسوع، ونحن بس واحد يقعد قباله قبال اجراه مثلا، مش اجراه يعني قاعدين وقباله، هاي بكون عم يتلمز. لما شفنا مريم ومارتا كانت قاعده قدام يسوع تصغي. يعني هون اثنين، النازفه ارتمت قدام يسوع وبيا للبنت ارتمى، والحركتين بالارتماء هي الاعتراف والايمان بيسوع، وهي بقدرة يسوع والتتلمذ. انا بقعد قدام معلمي، بقعد قباله بصغيره. نعم. يعني هيدا كمان الإيمان بده ينمو عبر التتلمذ والعلم والإصغاء. وقمة الإيمان نحن بيسوع هي الإفخارستية القداس. يعني كل اللي عملناه، كل اللي تعلمنا، كل شيء ما شاركنا أقله الأحد بالقداس وتولنا جسد دم يسوع المسيح بيكون ما عملنا شيء. خليني بس لارجع، بدي انتقل لانه برجع بشدد لانه كرمال الوقت ما عادش كثير. نعم. معنا وقت. بدي لهالفقره عندي بدي احكي عن فعل يسوع بشفاء البنت اللي هي اعتبروها ميته.
تابورة. شو عم بيجرب يعلمنا يسوع؟ شو عم بيوصلنا؟ يعني عم بيخبرنا يسوع انه لما نؤمن بيسوع نحن في اكثر مصائب الانسان هو عنده الموت. صحيح. ما في، نحن بنقول ما عندنا موت، عندنا انتقال بالجسد. نعم. عندنا انتقال بس فقط، بموت هالجسد يعني. نعم. كان يعني كم قد ايه اكثر شيء الانسان عنده مصاعب برايه هو الموت. من الموت قاعد احياء مثل ما احيا لعازر، انه انا عندما اؤمن بيسوع اؤمن فيه وما بعود، بسلم حيلي له. وهون في تسليمي ليسوع غير استسلامي. نعم. في فرق بين كلمتين، تسليم انا بسلمه كل ذاتي واؤمن فيه انه هو خلاصي وهو مرشدي، اما استسلامي بيجي كانه من تحت، كانه مثل واحد احتلني وبخضع عن خوف. انا تسليمي يسوع عن محبه وعن ايمان وعن رجاء، وهو مثل ما عم نقول الايمان كمان بقويني على الرجاء. يعني لما بكون عندي مشكله انا بقول اترجى، عندي ايمان انه بترجى انه راح اوصل لشيء اللي بدي اخلص يعني فيه. يعني هي الفكره الاساسيه انه نحن عندنا يسوع، ويسوع على طول بيقول لنا انا اللي بقدر اعمله بقوتي الذاتيه انتوا قادرين تعملوه. فوت يمكن الرسل معه، فوت اللي هن ثلاث اعمده بالكنيسه اللي هن بطرس ويوحنا ويعقوب، فوتهم يمكن ليزد لهم ايمانهم، يمكن ليفرجيهم قدره يسوع الذاتيه، يمكن ليفرجيهم حتى يقول لهم عم بيقول لهم انتم بقوه، يعني انتم بايمانكم بيسوع، بايمانكم بيسوع قادرين تعملوا اللي انا عم بعمله. انا هالصبيه قالوا انه ميته، انا عم بقومها من الموت. وهيك انتم يمكن كمان عم بيقول لهم انه انتم لما تموتوا انا رح اقومكم من الموت. وهيدا صلب ايماننا، لانه نحن ابناء القيامه. نعم. يعني نحن نؤمن بالقيامة، لو ما أمننا بيسوع إنه قام، يعني مثل ما بقول بربولس فباطل إيمانك وباطل تبشيره. صحيح صحيح. السبب نحن أبناء القيامة وأبناء الحياة، نحن مع يسوع ما في موت. حتى هون قال البنت كانت نايمة، نحن مع يسوع يركض الإنسان على رجاء القيامة. نعم. لما يركض يعني بيكون نايم. هيدا نحن لا نؤمن بالموت. ونحن علينا ننمي مثل ما حكينا، مثل ما حكيت شمس اول شيء، ننمي هالايمان، ننمي بهالقصص، ننمي هالاشياء اللي هن جوهريه بحياتنا. لانه الايمان، الانسان بلا الايمان هو بدي نمي غيري معي. صحيح. يعني ما هي ما في اوصل لوحدي على السما، بدي اكون مهدب واحد من هون واحد من هون. هي الايد القويه، هالكنيسه كلها مجموعه وكل الجماعه. صح. الايد القويه بتقوي الايد بتقوي الايد الضعيفه مثل ما هون شوي. يعني اذا بدنا نشوف الجيل الاحد الماضي لمن قال لهم اذا بدك تصلي، في بعض بيقول لك انه انا اؤمن بيسوع وانا شو بدي بالكنيسه، انا شو بدي بالكنيسه. نحن بنعيش عندنا صلاه فرديه وعندنا صلاه جماعيه. لمن قالنا يسوع هن بيسدوا اوقات بياخذوا نص الكلام، انه اذا بدك تصلي روح على مخدعك ما حدا يعرف فيك. بيقول لك انا عم صلي، ما هذا حكي يسوع. بس تابع كل سياق الحديث كله سوا، وقال لهم بدكم تصلي قولوا ابانا. طيب. لمن قال ابانا إيه في قال لهم نقول بيي، ابي مش ابانا. نعم. شمس نحن بدنا نضطر بعتذر، يمكن اكيد ما اعطينا الفقره وقتها اللازم، لانه ان شاء الله كون وصلنا شيء فكره. اكيد موضوعها هو مثل ما قلنا الايمان، علينا نشتغل على ايماننا، علينا نشتغل على النعمه وهالفضيله. ايمان هو نعمه وهو فضيله، باخذ هالنعمه من الله، انا علي كانسان نميه. ونفس الشيء القداسه، انا باخذ القداسه بالمعموديه، نفس الشيء علي نميه بحياتي اللي بكون عم بعيشها. اخوتي رح نترقف لبريك كثير قصير، من بعد رح نكون مع رولان وتيريز لحتى اكيد نصلي سوا ونفرح سوا ونرتل سوا مع يسوع. تابعونا.
ميرسي تراز، الله معكم، الله معك تيرا، الله معك سلام رولا. عبدالله. انا منعيط معودين على تراز هي تيرا، فمن شوي بدنا كنت هيك حبيت يعني صرنا زمان عم جرب احكي يكون لنقدر نكون بهال نجتمع سوا نصلي سوا نرتل سوا. اكيد اللي بحب يتصل فينا في يتصل فينا على 09 914 915. هلا البرتو كمان رح يحط لنا هالريبرتوار هالليست التراتيل، حتى اكيد بنحب نسمع صوت كل شخص وحدا بحب يقدم نيه على هالصلاه. رولان زمان زمان نشكر الله. اكيد نحن هالجمعه اليوم عم نحكي عن موضوع كثير مهم اللي هو موضوع الايمان، ونحن كلنا وخاصة كشباب عم بحكي يمكن عيش الإيمان وخاصة بهالأيام شوي بده تحدي، يعني صعوبة الحياة كتير كتير كبيرة، صارت تطلبات الحياة كتير كبيرة، بصير الإنسان يحس حاله شوي هيك أنا وينك يا الله. يمكن أكيد إن شاء الله لا نحن ما حدا يفكر هيك، بس أنه بحب هيك أسمع منكم شوي أنه كيف أنت بتعيش الإيمان ووينك، يعني وينك من إيمانك بحالة لما تكون مثل ما بقولوا بالضيقة. بالنسبة للإيمان لإلي، الإيمان بكل دقيقة أو بكل شغلة أو بكل لحظة عم تعيشها بحياتك لازم يكون عندك هالإيمان، إن كان من أبسط الأمور، خاصة لما تطلع بتشوف الظلم بالحياة، بتشوف القصص البشعة بالحياة، يعني بتشوف العالم للي ما بتصلي وشريرة وعم تأذي وهيك، بتشوف الله موفقهم وعطيهم كل شيء وطايرين، وانت بعدك انه بايمانك بقول انه الله رح عم بيحضر لك شيء تاني، وهيدا كله هون انت حسب انت قد ايه عن جد بتكون معبى وايمانك قد ايه قوي حتى تتقبل هالشيء قبل ما تقول، قبل ما تنحرف او قبل ما تنجر. بتصير انا اقول خلص انا رح اترك كل شيء رح اوقف صلاه شوي بلكي الله بيوفقني، اللي هي ابشع كلمه معقول واحد يسمعها. وصلي بتجيك القله او شيء، هي كلمه تانية اوكي. اوكي سو كثير مهم الايمان انه عن جد الواحد يضل ممسك ويضل يطلع بالسما ويضل يقول انه مزبوط، لا في حدا شايف لي اللي انا العذابات اللي عم اتعذبهم، ما عم شيء كثير صعب لانه ما نحن عفات ما عم نشوف شيء قدامنا، بس صعبه خاصه هلا بهالايام بشغلك بحياتك بصلاتك بايمانك، بتطلع على عالم بتشوفهم انه هول ما عندهم ايمان والجين هلا مناظر وهيك، وبتشوفهم طايرين ومبسوطين وظاهرين من القداس يمكن فرحانين اكثر ما انت فرحان، مع انه انت عارف شو عم بيصير هنيك. ما بعرف بتخيل، هي بالنسبه لي الايمان شغله كثير صعبه، ما بتقوى غير بالصلاه وغير بالورديه غير بقرايه بالانجيل. ما بعرف انا هيك بتخيل. اكيد اكيد هي بدي لك شغله كمان، انه في كثير عالم يسالوني انه نحن بنصلي كانه النعمه والايمان واقفه على قصه الرزقه او عدم الرزقه، ما هو الله بيرزق كل شخص، الله رازق الكل فرح. وهيدا بالنهايه انه انا بشوفها بطريقه انه نحن بنترك وبننسى شغله اللي هي اطلبوا ملكوت السماء وكل شيء يزاد لكم. يعني على طول تركيزنا على هالمحل، ما بنطلع على هديك المحل، وعلى طول نحن عندنا اوقات انه لا يا الله عم ترزقه لإله وش عم ترزقني لإلي. انا بسميها هيدي العين الضيقه. مظبوط. هي العين الضيقه اللي نحن اوقات ما بنكتفي لانه ما عندنا، اذا بدك كمان انه ما عندنا هيك الاكتفاء الذاتي او الايمان بالله. انه طب طلعت بحالك ولا طلع بغيرك؟ طلع انت وين؟ انا انت منيح ولا مش منيح؟ هيدي هي الخبريه، يعني غيري اذا منيح نشكر الله خلي يكون احسن كمان، وانا مش منيح نشكر الله انا مع يسوع، يعني هي الخبريه كلها، هي كل القصه كيف الانسان بده يكون مع يسوع. بدي قبل ما ارجع لعندك على قصه الايمان، بدي هيك خلينا نسمع ترتيله نصلي على نيه، ما بعرف انت بدك تحطي النيه. في أم بنت عنا اليوم بالمدرسة توفيت، نعم، فبحب أقدم هذا الترتيل عنيتها. هلا رح نصلي أكيد على نية كل الموتى. أنت نقي ترتيل اللي بدك إياها. خليني آخذ هالاتصال يا جماعة، اتصال لأنه وقتنا ضيق مجبورين. أوكي. يلا يلا. ألو. بونسوار. ألو. بونسوار. بونسوارين. معك مانويلا. إيه هاي مانويلا، كيفك؟ صافا. ماشي الحال؟ الحمد لله. منين عم تحكينا؟ عم بحكيكم من احلى بيت بالعالم كله. مانولا بيتكم سنتوري. ما عرفت صوتي، كيفك مانولا؟ شافا؟ منيحة؟ الاولاد كيف؟ منيح ماشي الحال؟ يلا ما معنا كثير وقت، بدي اطلب منك تنقي ترتيلي. ايه اول شيء بدي صلي على نيت المرضى. نعم. وعن نيت كل اللي ما عندهم اولاد، الله ما يحرمهم من بيت حدا. وبدي نقي ترتيلي اتي بتيبي.
هات بتيبي. انا كمان بدوري مانويلا اكيد بعرف انك قربتي هلا للولاده، بتمنى لك تكون هيك ولادة خير، ولادة هاد الطفلة، وتكون هيك شمعة مباركة ببيتكم. مرسي مانويلا لاتصالك. مرسي. هات بتيبي. غير اللي كنت عم تحكوه، أنا بحب زيد إنه الإيمان أنا كيف بعيش، وبحس دائما في كل يوم في مثل صراع كونفلي بين أرضيات هالدنيا أنت كيف لازم تعيش مع الآخر، بين أنت الإيمان اللي تعلمته أو لازم تعيشه من كلام الله. فهون قد إيه أنت قوى إيمانك، قد إيه أنت ثقة، قد إيه أنت قوى بمرسقة مزبوط، هيدي هي. فهون أنا عندي شو بقوي الإيمان برأيك؟ القناعة بالكلمته ونمشي فيها هي أول شيء الأساس، وتاني شيء أنك أنت تضلك مثل ما هو علمك، ما تتأثر بولا شيء حواليك، هيدا الأساس. خليك عند هالفكرة، بدي أخذ هالاتصال هلا برجع لك. ألو. ألو بونسوار. أهلين بونسوار. معك ربيع، كيفك دوري؟ أهلا ربيع، كيفك؟ تمام الحمد لله. ماشي الحال؟ بدي بليز أطلب ترتيلي روح المسيح. يا روح المسيح. يا روح المسيح، نعم. ربيع، نية مين بتحب تصليها؟ بحب تصليها على نية العالم اللي ما عم تشتغل، لالله يرزقها بشغل. نعم. ويكون يسوع المسيح حدنا. نعم. وبس، ما رح ياخذ من وقتك. ان شاء الله يا ربيع. هيك هالطلبة منا هينة حلوة كتير، أكيد هلا في كتير عالم قاعدة بلا شغل. بتمنى انه ما تكون طالعه منك انه انت كمان تكون قاعد بلا شغل. بس انت عم تشتغل ربيع؟ لا انا ما عم بشتغل. مجوز؟ مجوز، عندي ولدين، نعم. بفهمك، بفهم هاي، بفهم هالنيه اكيد. ان شاء الله يا ربيع هيك الله يرزقك، و وان شاء الله نقدر، اذا هيك نقدر نجرب، نقدر نساعد بعضنا البعض، وان شاء الله الله يبعث لك حدا ابن حلال يقدر يساعدك. وبتمنى اذا فيك ترجع تتصل فينا كمان نقدر نعالج هالموضوع. حضرتك شو بتشتغل؟ شو كنت تشتغل قبل؟ انا بلا ما نسمي الشرك يعني، بشو شو الموضوع الشغله؟ شو الدومين؟ انا بالتوزيع، كنت موزع يعني. نعم نعم. هلا قاعد بلا شغل. طيب انا بتمنى بس هيك، بتمنى هالطلبه تبعك، هالنيه اللي حطيتها تكون هيك، اذا في شي حدا عم بيسمع عايز موزع، يعني موزع كيف قصدك؟ موزع سيلز يعني؟ سيلز، نعم سيلز. نعم ان شاء الله يا رب، يعني ما بدي احول كل لك لبروجرام نطلب وظائف، بس انا بطلب اكيد 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 فعل محبه، لانه بالنهايه هو بطلب من كل شخص عم بيسمعنا، اذا بحب بيقدر يتصل على التلفزيون ويحط رقمه لنرجع، اذا 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 حضرتك بتترك رقمك تحت الهواء عند البرتو كمان بسكر انا وياك، كون ممنوع هيك بيقدروا يتصلوا فيك. ميرسي ربيع. انا بدي اشكرك كثير، ميرسي لك، كلك ذوق. ميرسي للعذراء ربيع. ميرسي حبيبي. ميرسي ميرسي. الله معك الله معك.
اكيد بلش الوقت يدهمنا، رح نحكي، رح قبل ما نحكي عن موضوعنا رح نروح نرتب نصلي روح المسيح ونقدمها على كل شخص بحاجه لشغل، وخاصه اصحاب العيال لانه مش هيني اول بلا شغل. تفضل. يا روح المسيح قدسيني، جسد المسيح خلصني، يا دم المسيح اسكرني، يا ماء جنب المسيح اغسلني. آمين آمين وقفتي، كانت فكرة كتير قوية عم تحكيها، هي أنه الإيمان هو الصراع، الصراع الإنسان بيكون عايشه، وخاصة أنا برأيي يمكن وقت الـ وقت الـ المصيبة أو وقت الحاجة، وبينه وبين حاله الصراع بيكون، يعني غير أنه ما يكون مع الآخر، بينه وبين حاله أنه كيف يقدر يتحدى الصعاب اللي عم تحكي عنه، يتحدى هل أرضية الدنيا من البشر، التفكير البشري أو تفكيره هو كان اللي بيتعلمه من الإيمان تبعه أو من كلمة الله. هذا وقد ايه الأفكار بتصير تروح وتجي، وقد ايه الإنسان بيجرب يعيش مع الله، هذه الفكرة كثير هيك، قد ايه الإنسان بيقدر بيجرب يعيش مع الله، وقد ايه شر العالم خلينا نقول بيجرب ما يخلي الإنسان ويبعده عن فكره ويضل أنه بحالة اتحاد مع الله. كل ما يقوى أكثر كل ما يتجرب أكثر. كل ما يتجرب أكثر. رح ياخذ اتصال لنا اتصال. ألو؟ بونسوار. ألو؟ بونسوار. ألو؟ بونسوار. بونسوار. دوري؟ ايه دوري، مين معي؟ رؤيا، عم بحكيك من زقم كايل. ما عم بسمع البرتو، بليز تعلينا الصوت شوي. الو؟ مين؟ ايه مين معنا؟ جويا من زقم كايل. هي جويا، كيفك؟ منيحة. ماشي الحال؟ وي. جويا، أي ترتيلة بتحب تختاريها؟ لا تتخلي عنا. لا تتخلي عنا، شو النية اللي بتحبي تقدميها؟ نيت الأنفس المطهرة، كل الموتر ما عندي حدا يذكره ويصلي عنا. مرسي جويا، مرسي كلك ذوق. لا تتخلي عنا، هيدي يمكن بس موضوعها قد ايه هو مهم وقد ايه هو تتخلي. ايه لا تتخلي عنا، تفضلي تقرا هلا نرجع نحكي. بالأيام الصعبة والعالم معقول.
نوزع الادوار. انت بحاله خلينا نقول المشكله، بحاله المصيبه، مرقت شي مره بمرحله؟ اكيد نحن كلنا مرقنا. نشكر الله كل يوم. مرقت بمرحله، خليني اقول قبل كفي لك سؤالي من قبل. نعم. مرقت بمرحله كثير صعبه وحسيت حالك وحيد، انه حسيت انه مثل او يعني فقدت ايمانك، او فقدت حسيت حالك ما في يسوع، ما في حدا حواليك؟ صراحه دائما يعني كل ما توقع المشكله انت بتحس هذا الشعور، بس بعدين مع الوقت يعني بتبلش تلاقي هيك مثل دسين، مثل علامات عندك بحياتك، فجاه بتذكرك انه لا اخي انا حدك وانا معك وانا حافظتك وانا حضنتك. بس دائما يعني كل ما توقع مصيبه انت بتقول انت ليه؟ طب ما انا عم كسر حالي حتى اكون مثل ما انتم بدكم، انه ليش عم تتركوني بنص الطريق؟ عرفت؟ دونك دائما في عنا هذا الضعف، بس نشكر الله لانه باز منيحه وفي صلاه ومسبحه، ونشكر الله. منشان هيك بعتبر انه لا دغري بتقطع ودغري برجع على الطريق لهلا ان شاء الله كامل. كرمال عم تقطع هيك بي 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 بي. يعني اكيد اكيد ان شاء الله كامل. هي بنعمل نحن نحكي. هي لغه بسيطه من القلب توصل للقلب فعلا. هي اكيد ان شاء الله نكمل، وهي بدها نعمه. مهم الانسان يطلب النعمه، يقول يا رب مش بقدرتي، الله يقدرني. مثل اي كون يقول ما شربل كان على كل شغله يقول الله يقدرني اعمل هالشغله، فنحن الله يقدرنا والله يعطينا النعمه نضلنا بالايمان. لانه مثل ما كنا عم نقول الايمان هو نعمه وفضيله، هو نعمه الله بيعطيكم اياها، بنفس الوقت فضيله الانسان يقدر يعيش علينا ننميها. والقداسه كمان هي نعمه بيعطيكم اياها بالمعموديه، ويعطينا اياها بالمعموديه، علينا نحن كاشخاص ننمي هال وما في احلى من الانسان يزيد ايمانه، لانه كل ما يزيد ايمانه كل ما يصير عنده ثقه اكثر، كل ما يصير عنده هيك بتحسه طلع. بس يطلع الانسان للاشياء الارضيه ما بقى في شيء بهمه، يعني ما حدا بقى بياثر عليك، ما في، ما عندك خوف. هيدي لغه الخوف، انه انا خايف شو بدي اعمل، شحطوني من الشغل، شحطوني من الكذا. انا هون يعني لكل شخص برجع بتذكر هالشاب اللي اتصل، ما يخاف لانه الله الموزع الارزاق مش العالم موزع الارزاق. بصير نظرته للامور غير، صح، بحكمه اكثر. صح. بدي اطلب انا منك ترتيلي لانه للاسف وقتنا كثير ضيق اليوم، انا المسؤول. نشكر الله. راح اطلب بعد في شلوم لخماري ومساءك خير لي. مساءك خير لي. يلا. مساءك خير لي يا أم الملكة، من المساء أقبلي حلقتنا اليوم كان موضوع الإيمان، وكل حلقتنا وكل حياتنا هي موضوع الإيمان. ونحن نطلب من العذراء، بما أنك ختمت أعطيني البركة، بطلب من العذراء عن جد تعطينا البركة هيك وتلفنا مثل ما بيقولوا بتوبة، تعطينا الحماية، تعطينا البركة، تعطينا الإيمان، تعطينا النعمة لنقدر نعيش الفضائل اللي هي كانت عيشتها، من فضيلة الإيمان لفضيلة الصبر. يعني مش معقول نحن شو معنا صبر، مش معقول نحن شو معنا تواضع، مش معقول نحن شو معنا، خلينا مش معنا ايمان، ايماننا كثير ضعيف. يعني حيالله شيء بفركشنا دغري، بنطلع من زيتنا، بنعصب، بنعيط، بنعطينا العذراء هيك هالفضيله، فضيله هيك نضل عايشين على طول بحاله سلام، نضل عايشين نعرف انه ما في شيء بهالدنيا بيستاهل انه اطرد الروح القدس من قلبي، لانه انا بدي اعمل رده فعل على شيء ما بعرف شو هو، اخسر نعمه. ونطلب من العذراء على طول تضل توزع علينا نعم. انا مضطر اختم للاسف، حلقتنا كانت قصيره، كانت بتمنى تكون اطول اكيد، و
بتمنى ارجع اشوفكم قريبا جدا اكيد بالاستوديو بنرجع بنحدد موعد. اخوتي نحن وصلنا هون لنهايه كل لكي، اكيد بذكركم في اعاده للحلقه الخميس الساعه 1:30 الظهر، واكيد بشوفكم اذا الله راد بتمام الساعه 7 السبت الجاي مع العذراء، مع امنا مريم، مع امنا الحنونه. من هلا لوقتها كلنا بنقول يا امنا كلنا لك، بتشيل هالكسره وبتحط هالفتحه وبتصير كلنا لك والله معكم.